بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة بقى صينية رقاق بالكبدة، كبدة أي كبدة، كبدة فراخ، بط، أي كبدة موجودة عندي. أول حاجة هنسلق الكبدة، غسلتها ونضفتها كويس قوي بليمون وملح، نضفتها قوي كويس قوي، ونقعتها في معلقة لبن تضيع منها الزفارة. وبعد ما غسلتها وشطفتها سلقتها عشان لما اجي اقطعها ما تتفرفتش مني، قطعتها بقى، هي التقطيع بيبقى سهل بقى جدا خالص. ومعايا بصلة متقطعة، عندي جبنة، جبنة موزاريلا، جبنة رومي، أي جبنة عندك موجودة هحطها على الوش الرقاق. وعندي بصلاية طماطماية مبشورة وملح وفلفل وشوية هريسة فلفل أخضر أو هريسة فلفل أحمر حار، اللي دي حسب الاختيار، عايز تحط حار حط، بارد حط. وعندي بيضة، وعندي كوباية لبن حليب، وعندي سمنة أو زيت على سمنة، والرقاق. بسم الله الرحمن الرحيم، نقلبها مع بعض. هحط شوية زيت، معلقتين سمنة، حط زيت على سمنة عشان ما تتحرقش مني. هنزل بالبصل، شوية ملح وفلفل، عشان البصلة تبدأ معايا بسرعة. ده توم على فلفل أخضر، ليها رز شطة عشان مش هحمرها، دبلها بس كده تقبل معايا بس. هنزل بقى بالكبدة، هي أصلا مستوية نص نص سوا يعني، سيبيها خليها يعني نص سوا كده. Thank you.
قطعتها كبيره تقطعها كبيره قوي. البشرطه دي طماطمايه مشوره كده تديها تقشيرة كده لما البصلة تحس انها استوت. طبعا تسيبها شويه لما هذه المصفرية بقى سمنة. هجيب الجلاش بقى واحطه في ال دي. ممكن تعملها برضه صينية رقاق، بس الرقاق بقى هتجيب شوربة عشان تبقى بالشوربة تسقيه من الشوربة. هندهن بقى من الورقات وبعضها كده سمنة، كل رقة هندهن سمنة. سيبي بقى لفة الجلاش ديت على نصين، نصها عشان تحط الحشوة في النص. لو متقطعة مش مشكلة، انا حط متقطعة برضه اهي لما تشرب معايا اللبن والبيض تقطع. مش هنعمل منها اي حاجة متقطعة. حطي برضه، حطي وحطي معاها سمنة.
سددوا فيه. ابتدي بقى احط الحشوة. بسم الله الرحمن الرحيم. افردها كويس بقى عشان يبقى كل قطعة فيها حشو. ممكن بدل الكبدة تحطي لحمة مفرومة، بس احنا بقى بنضيف بننوع في الأكل. حط شوية جبنة كده عليها كده تديها طعم ونكهة جميلة كده في النص كده. هقطعها بقى. لا اله الا الله سبحان الله. Thank you.
شويه بيضه بقى اهي، واحده بيض بيضه هتضربها بالشوكه، احطها مع كوبايه لبن هتسقيها بيها بقى، وشويه ملح وفلفل، فلفل عشان زفرت البيض، وشويه ملح. هسقيها بقى بيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها بقى عشان كلها تشرب. نحط بقى على وشها ايه شوية الجبنة دول. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخلها الفرن بقى، هولع عليها من الفرن، فرن متوسط الحرارة يعني، هعللها اول ما تخش، ولما تحمر من تحت اوطلها شوية وولع من فوق، لو بيولع فوق وتحت طلعيلها فوق وتحت. وديها بقى الفرن، طلعتها من الفرن اهي، شايفين بقى معايا طلعتها من الفرن اهي، ريحة الجبنة بقى اللي عليها طالعة جميل جميلة، شايفين بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين مقرمشة ازاي بقى وطرية من جوه مقرمشة، شايفين شكلها طالع جميل ازاي. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير، واللي معملش اشتراك للقناة يعمل اشتراك للقناة. لو عجبتكم الوصفة بتاعتي بقى قولوا لايك وشير. شايفين بقى طالعة جميلة، ريحتها طالعة وريحة الجبنة عليها طالعة جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلبها بالهنا والشفا.